وهالفيزا تاع السعوديه كذلك. تفضل حاج اي حاج اي ها اي تبغي وهرن تبغي لازم كي تكون تبغي. وحنا وعدنا العائلة باش إن شاء الله في هذا شهر رمضان يتنقلوا العمرة، واليوم راك تشوف هدينا العائلة للوالدة والأخت والأخ تاعو يعني، وهذا من باب التضامن. ما ننسوش كاع خيركم، خيركم كاع ما ننساهمش، وقفتوا معانا ما ننساكمش كاع، كتر خيركم خلف عليكم. هادي كما نقول لك إن شاء الله ما غاديش ننسي خويا وتنسي ما على ولدها إن شاء الله شوية، أما الحمد لله يا ربي. وصافي بليزير نروحوا العمره في رمضان، ربي يوفقكم ان شاء الله تمشوا للعمره تغدو بخير وتجوا بخير ان شاء الله، وهذه من سنه الحياه ادعو له ربي في هذيك البيت ان شاء الله، وهو توفى هذا مقادير الله، الله يرحمه.